مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، عدنا لكم بمباشر آخر دائما من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من درب مولاي الشريف، الدرب اللي عرف قبل أيام واحد سقوط ديال ثلاثة ديال المنازل، من بينهم المنزل الأول اللي انهار صباح يوم الجمعة ما قبل الماضية، واللي خلف أربعة ديال الضحايا من بينهم أسرة. يعني الأب والأم وطفل، الأسرة اللي خلات موراها واحد شابة اللي كتبلغ من العمر 17 سنة، والأخ ديالها اللي كيبلغ عام ونص، يعني سنة ونصف. بعد الوفاة ديال هاد أربعة ديال الأشخاص، من بينهم أسرة واحد الشخص اللي كان مار بالقرب من المنزل لحظة الانهيار ديالو، يعني كان هو الشخص غابئ واللي توفى من بعد ما تم النقل ديالو إلى المستشفى القريب من هنا من درب مولاي الشريف، يعني مستشفى محمد الخامس، بعدها تم نقله إلى مستشفى ابن رشد الذي وفته المنية بداخله. إذن كانت نتيجة ديال الانهيار أو الحصيلة ديال انهيار هذا المنزل هو أربعة ديال الضحايا، أربعة ديال الأشخاص، أربعة ديال الأرواح، أربعة ديال المغاربة اللي توفوا جراء انهيار هذا المنزل بدرب مولاي الشريف. لكن من بعد الانهيار ومن بعد الوفاة ديال هاد الأربعة الأشخاص، كانت قناة شوف تيفي كيف شفتوا في عدة فيديوهات ومباشرة نقلت لكم المعاناة ديال عدة نساء ورجال، عدد كبير ديال الناس والأسر اللي كانوا خرجتهم السلطات بدعوى أن المنازل اللي كيقطنوا بها هي معرضة للانهيار أو أيلة للسقوط في أي لحظة. فين مشاو هاد الناس؟ كانوا كيباتوا في الزنقة من بعد ما قداو واحد ثلاثة أو أربعة أيام في الشارع، وما عاد ما باتوا بالعراء، وكانت السماء غطاءهم والأرض فراشهم. اختفوا فجأة ومشاو، وسولنا عليهم ولقيناهم بأنهم كراو منازل، يعني كتروا منازل ريتما تلقى لهم السلطات حل من أجل إعادة الإيواء أو إعادة الإسكان. إذن هذه هي الأجواء اللي كاينة هنا بمنطقة الحي المحمدي، وبالضبط بدرب مولاي الشريف اللي كنعرف انهيار ديال ثلاثة ديال المنازل. أول منزل اللي خلف أولهم كان خلف أربعة ديال الضحايا، ونتمنوا بأن هذا الانهيارات القاتلة واللي وقعت في عدد من المناطق مدينة الدار البيضاء ما تتكررش، نتمنوا بأن حتى الساكنة تستجب للأمر ديال السلطات من تقول لها بأن المنزل غير السقوط وتغادى على الفور. كذلك كنطلبوا من جميع السلطات بأنها عندما توصل وتيقن بأن أحد المنازل أي للسقوط لا محال، أنها تستعمل سلطتها وقوتها لإجبار الناس على الخروج من المنزل الأي للسقوط، لأن الله ما يخرج حي ولا يخرج ميت. إذن كانت هذه جولة بمنطقة الحي المحمدي وبالضبط بدرب مولاي الشريف اللي كنعرف ان هي عدد من
من المنازل واللي خلف 4 ديال الضحايا، 3 منهم كينتميو أسرة واحدة وهم الأب والأم وطفل صغير يبلغ من العمر 5 سنوات. الله يرحمهم، الله يرحم الجميع. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، صباحكم مبارك سعيد. كان هذا آخر مباشر في الفترة الليلية اللي كنتشرف بالإشراف عليها. بعد قليل ستلتقون مع زملاء النهار. تبارك الله عليكم، شكرا على المتابعة، ونهاية أسبوع موفقة للجميع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.